كي صبحتي؟ الحمد لله مزيان شويه معطله. سمحي لي على ماشي مشكل بطل. بالعكس نورتينا في اي وقت. كل شيء بخير الحمد لله. انت عندك مشاكل مع الصباح يعني؟ خصوصا ملي كيضربني الهواء طنجه ياك ملي كنجي لهاد المدينه كنولي شويه مسائيه مسائيه ولكن طبعا الاجواء في الصباح بتختلف عن الاجواء بالليل. لا اللي فاق بكري كيكسب كل شيء. البركه في الصباح. انت النهارده يومك هيكون مبروك ان شاء الله. بيان سور ان شاء الله. عذراء حضرتك فنانه عازفه مؤلفه ملحنه بتغني يعني نقدر نقول فنانه شامله. عرفينا عليكي اكتر وقربينا وقرب المستمعين لعذراء. عذراء 25 سنه والناس من مولد مدينه مكناس. درت 18 عام جيت لمدينه طنجه من اجل القرايه في مدرسة وطنية تجارة وتسيير. درت كوميرس ومانجمنت. من موراها جا كوفيد ومشيت لفرنسا باش نقرا شوية التسيير الثقافي. وهادي 13 عام من حياتي بديت موسيقى، بديت العزف على آلة الجيتار. فكانت واحد الهواية من الصغر كتواكب القراية حتى وليت كنخدم مع أختيست كبارين وكان كومبوزي لراسي يعني كنألف الأغاني لراسي. وكبرت هاد الهواية ولات كتشغل مساحة من حياتي. تبارك الله عليكي. طيب احكي لنا عن أول عمل قمتي به كبروفيسيونيل، يعني عمل أو كأنتي كنتي لسه صغيرة وأنتي ما زلتي صغيرة ما شاء الله وقمتي مع فنانين كبار. حكينا عن هذا العمل، كيفاش كانت الظروف دياله، كيفاش قدرتي تقومي به؟ أول عمل كيجيني للذاكرة هو مع أحمد شوقي، الفنان الكبير أحمد شوقي. تلاقيته في مدينة طنجة وخدمنا مع الفنان فيتشرينج أيمن سرحاني. فخدمنا أغنية بيناكي، عملت لها غير يعني جيتار بلاين ماشي كومبوزيشن ديالي. ولكن هذا البروجي مكنني انني نتعرف على نتورك كبير. فمراها خدمت مع الشاب خالد في جيتار بلاين اولسو. ومن مراها خدمت مع الاختيست يعني خدمت معاه يعني في الكومبوزيشن. ملي كنهضروا على التاليف رسل على درس خدمت بروجي ديال الزرزور. هذا فيري بيج بروجيكت اللي خدمته مؤخرا وصافي بارتي دو مون بورتفوي كما كنقولوا. وملي كتخدمي بعض الاعمال مع الفنانين وبتشوفي النجاح ديال هاد الاعمال اللي انت شاركتي فيها، كيفاش كيكون الشعور ديالك؟ صراحه شعور انكريبلي انكرويابل، سورتو ملي اغنيه كدوز بزاف د المنابر وكنسمعها يعني السيارات كيدوزو كيديروها سو اتس واو. ام لايك واو سورتو وين اتس تريندين. اها لما بتطلع في الترند وبتشوف الناس بتعمل عليها تيك توك، لما الناس بتخدمها في ستوريات ديالها، لما الناس تعمل عليها بزاف ديال الاشياء، هادشي كيخليكم فرحانين طبعا. بزاف بزاف سورتو كنشوفوا الارقام يعني 24 مليون في 3 شهور وكنت فيرست ان ترند ان فرنسا في المغرب، هذا كيشرف. طبعا طبعا وخصوصا انه انت لسه صغيره ولسه يعني العمر قدامك، فاكيد النجاحات في البدايه بتكون محفزه للفنان. نعم سورتو هاد المهنه ديال التاليف بالنسبه للنساء المغربيات شويه واحد البروفيل اللي ناقص بزاف ويقدر يكون اكثر، يقدر يكونوا مؤلفات بزاف ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عذراء كاين بزاف طبعا في يعني بس برضو مقارنة بالرجال ماشي بزاف يعني لأن الرجال محترفين في هذا بيحبوا يألفوا في الحقيقة كمان بيألفوا بزاف يعني أيوة ماشي فقط في الأغاني. طيب بالنسبة للبدايات ديالك واجهتي صعوبات، واجهتي مشاكل؟ بزاف بزاف في المغرب نقدر نقول لك صعيب، ما بغيتش نقولها بهذا العباره ولكن الرجال طاغين في الدومين. كان ماشي غير اجي بسم الله عسلم انا ارتست انا فنانه مرحبا بك في الاستوديو، لا خاص الواحد يثبت انه عنده شي حاجه عاد يدخل الاستوديو كيف ما كان. وعاد انكور بلو ديفيسيل دور بور لي فام. دونك انا الحمد لله تلاقيت مع برودوسرز واعرين في مدينه طنجه عندها واحد نسيج ثقافي زوين، استوديوات كبار، ديديكاس للاستوديو افريكانو، كنخدم مع منتجين بحال بلا افريكانو توفيق صادقي، سو هادو سهلوا عليا ماموريه. نعم
طب الحمد لله. انتي طبعا خدمتي في طنجة وفرنسا ولا غير في طنجة كتخدمي الفن؟ بديت في مدينة طنجة وابخي باريس. وشنو الفرق ما بين الخدمة في باريس والخدمة في طنجة؟ بزاف. يعني احنا عايزين نعرف الفروقات والتجربة ديالك هنا وهناك. نقدر نقول لك الوقت. الوقت يعني بحال دابا تما تي it's different, you know, الستيل ديال الخدمه مبدل. How much different يعني ازاي نقدر نقول لك ستايل ديال الخدمه مبدل. هنايا تي خدمه موسيقى just for music وعاد I don't know, it's a good question, maybe لا بروسيدور هي اللي مبدلات تما. طب ايه الفرق ما بين الخطوات تما, خطوات العمل هناك وخطوات العمل في طنجة؟ يعني هذا سؤال مزيان باش نقدروا نحسنوا من المنتوج ديالنا ومن الخدمة ديالنا ونطوروا من الأداء ديال الإنتاج. That's a very good question. أول فرق تبقى تما بوكينج, ستوديو بوكينز. واحد الفنان مشهور تما قال لي واخا تكوني مايكل جاكسون خاصك تبوكي ستوديو بثمن فلان فلاني, وإلا كان it's booked يعني حجز الا ما بيكون في تسجيل في استوديو خاص ضروري يكون هناك حجز مسبق. There is program. هنا لا, الا كان واحد الاسم مشهور بيفضلوا مثلا لا والو. يعني هنا الواسطه والمحسوبيه كاينه هنا ياك. محسوبيه نقدروا نسميوها محسوبيه. نعم. لا 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 هذه انت صريحه كويس. انت عايشه في فرنسا. ها تبدل عليا الشيء بزاف. يعني الادابتاسيون في الاول كانت عندي صعيبه بزاف. يعني في عام ونص باش انني نقدر ندير نكون ستابل تما, وعاد الوراق كياخذوا بزاف ديال مساحه التفكير تما, وعاد ميوزيك يعني واز تشالنج فور مي. يا بس انت قدرتي انك تثبتي نفسك في هذا التشالنج؟ الحمد لله. بحال كي انت تثبتي راسك في المغرب, I don't know your career, ولكن التالنت كيهضر على الواحد, على البروفايل. تبارك الله عليك. عنده التالنت ما عمرو كي ما عمرو يخاف, لانه اكيد ان شاء الله غادي يكون متالق في حالك بالضبط. طبعا احنا غادي نتوقفوا دابا باش نسمعوا بعض الاغاني اللي عملتي شغل معاهم فيها, يعني خدمتي فيها. غادي نخلي المستمعين يستمتعوا معنا, وديك الساعه نرجع باش نستكمل الحديث ديالنا مع عذراء. واخا اذا عذراء, يعني تبارك الله عليكي خدمتي مع الارتيست في هذا العمل الغنائي اللي كنسمعوه حاليا. كلمينا اكثر كيفاش كانت الخدمه مع الارتيست. الارتيست كيما بغينا نقولوا he's a great artist, وواحد he's a friend, he's a good friend of mine. وخدمة معاه very tight, he's very professional, he's a mentor كما بغينا نقوله. كنت علمه منه دائما في البروجيتو, وعنده practices زوينين في الميدان الفني. وهذا الديسك هذا بالضبط درناه غير just we were jamming هكا, وشوية واحد 25 دقيقة 30 دقيقة خرجت الفكرة ديال الأغنية. شوية هو يعني لبس لها طابع مغربي, وهضرنا على الزرزور وكيفاش هاد الطائر هذا كيسافر بزاف, ويعني كلمه الزرزور كيتغنى عليها في الثقافه المغربيه. هذا سورتو حنا ملي كنكونوا في باريس كنتوحشوا المغرب بزاف, كنقولوا واو. فما صدقتوا بقى عملتوا هاد الاغنيه في باريس؟ اكزاكتلي. يا استوديو عنده عند الارتيست يوسف, وموراها دار واحد تيك توك فيديو في واحد الشوكيس ديالو كيغني هاد الاغنيه. يعني عنده بزاف الاغاني ما خارجينش. قلت انا هاد الاغنيه عمرها غادي تخرج, يعني واز جاست هكا جام. واحد اللحظة دارت بوم, ما فهمنا والو. هذا اي واز جود ابخي. هي الحاجة اللي الخدمة اللي كتجي سبونتالي كتوصل للناس اسرع, وكتكون فيها الخدمة احلى من القلب. صحيح. تبارك الله عليكم, مبروك على نجاح الأغنية بعد لأنها حققت نجاحات كبيرة جدا, وخصوصا في هذا الصيف. كلمينا عن الخدمة ديالك انت عذراء, الأغاني ديالك بصوتك, كلماتك, ألحانك. وفات عندي اغنيه لا خرجتها البارح سميتها لوست, هي اللي كنا كنسمعوا ليها قبل قليل. اكزاكتلي. هي من برودوسين ديال توفيق صدقي, المنتج توفيق صدقي, وسوديو افريكا برودكشن هنايا في طنجه. ويعني عندها طابع شويه بلجيكي بكلمات مغربيه,
فهي فوالا اغنيه الله صدرتها في يوتيوب، وعندي واحد اغنيه جديده جايه سميتها بوليسيه، غادي تكون عندها طابع صيفي وكذا يعني دانسين ميوزك. وي ار ويتينغ فور ذس سونغ، ان شاء الله تكون تكسر الدنيا باذن الله ان شاء الله. لانك فنانه يعني باين عليكي الموهبه. انت قلتي لي عشتي في فرنسا، ما زلتي كتعيشي في فرنسا دابا، انت تعتبري من الجاليه ياك، ممكن تقولي هكا؟ الاول كانت صادمه هذه الفكره اللي قالوا لي زمغريه، قلت لهم انا فوقاش بعد تقبلتها. طبعا لا، احنا طبعا تحيه كبيره للجاليه المغربيه اللي كيزورونا في فصل الصيف وفي الاجازات. كلميني عن ملي كتكوني هناك، يعني كتوحشي المغرب، شنو كتوحشي في المغرب؟ بزاف ولي عشي والله الا سورتو رمضان. رمضان انا كلشي كيدوز من غير رمضان، يعني تقدري حياتك كامله في اوروبا غير رمضان خاصك تكوني في المغرب. رمضان قلبي تتزير لان عشان رمضان اتس اباوت الاذان وبزاف الحوايج ملي كنلقاهم تما لومبيونس وداك التمر وداك العائله، الاجواء حريره ما كاينش سبحان الله. الاجواء العربيه سورتو ما كايناش في الغرب، الجمله هذه شويه في شكل ولكن حتى الصيام تيكون عنده لذه. صحيح صحيح، تحس انك صايمه with family. كنتمنى وان شاء الله تكوني بتمضي وقت مزيان مع العائله ديالك ومع الخدمه ديالك، لانك ايضا بتستغلي وجودك في المغرب، بتتلقي بالفنانين وبتعملي الشغل. ان شاء الله ربنا يوفقك، وكنتمنى ليكي كل التالق. شكرا بزاف عائشه، شكرا على الترحيب الزوين بزاف المغربي المصري، وشكرا عاطف وشكرا لك على التواجد ديالك معنا في حلقة اليوم. إن شاء الله غادي نعودوها مرات أخرى، نجلس وقت أطول نهضر معك عدرا بالأعمال الجميلة ديالك. With pleasure, with pleasure. Thank you so much، نورتينا النهاردة. شكرا عاطف الحبيب، شكرا يوسف، شكرا عاطف، شكرا فاطمة الزهرة، وشكرا سهوان بالعيد على الفريق التقني طبعا ديالنا على إخراج الحلقة. في نهاية الحلقة مستمعينا كتمنى أنكم تكونوا في أفضل الأحوال وكتستمتعوا بأجواء الصيف مع العائلات ديالكم والأحباب ديالكم. غادي نخليكم الآن تستمتعوا مع أغاني ديال عدراء، أغنية اليوم، ونتلقوا إن شاء الله في حلقة الغد. نهاية حلقتنا، صباحكم مبروك.